بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم وكل اوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام، احييكم بتحية الاسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اليوم الموافق 9 من شهر أغسطس لعام 2024 على هذه الشارة المقدمة من صندوق هذا الميدان، ميدان السباع لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا الميدان الذي ينتقي العديد والعديد من السبق التي صالت وقالت في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا أعلنت التحديات، أعلنت الانطلاق، انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات مباشرة إلى وضوح بتحديات محمد بن سعيد الناصري، من يقدم لنا شعاره الدور دور المركز الثاني، من تأتينا الشاهينية علي بن سالم الخميسي مقدما لنا الشاهينية، بينما الوصول هناك أيضا من الشاهينية بتحديات محمد بن سيف الهنائي. أرى الحضور والقدوم من وبرة بتحديات فهد بن محمد الدرعي. هكذا هي الأسماء وهكذا هي النتيجة لهذه الشعارات المنطلقة ولهذه البكار المندفعة في أول الأشواط في شوطنا الأول بتحديات وضوح باندفاعة بوسعيد محمد بن سعيد الناصري، من يقدم لنا شعاره هنا التحديات ولا فلا، هنا الانطلاقات ولا فلا، وصاحبة العوايد صاحبة الإنجازات العديدة، سجل حافل بالانتصارات، سجل حافل بالتحديات، ما ذاق الطعم الهزيمة، تحضر اليوم بتحديات مثيرة باندفاعات جميلة بتحدياتها التي عهدها الجميع هنا من وضوح وتحديات وضوح. عطني لقطة يمصورنا على بقية الأسماء، ولكن عودتنا هنا أيضا بتحديات وضوح الأمتار الأخيرة. بسم الله، بو 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 بو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن على الإقلاع المثير، على الإقلاع المثير هنا من وضوح وتحديات وضوح. وأسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. ثانيا كان الحضور هنا من الشاهينية محمد بن سيف الهنائي، وثالثا كانت الشاهينية علي بن سالم الخميسي. مع التوقيت 2:04، تهانينا والناموس.